ليه سامحني يا دوب بتصلى على النقاط غير مستحيل. شيل فلوبي صوتي بروسر شيستا سيتي بركة وسلام لجميع الصوت ولي روحي كان الدائم إلى الأبد الذاتي والمساوي والجليس والخالق الشريك معنا الذي من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت الإنسان وجعلته في فردوس النعيم. وعندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة وأردت أن تجدده وترده إلى رتبته الأولى لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبي ائتمنته على خلاصنا بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست وأشبهتنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها فصرت لنا وسيطا مع الآب والحاجز المتوسط نقضته والعداوة القديمة هدمتها وأصلحت الأرضين مع السمعين وجعلت الاثنين واحدا وأكملت التكبير بالجسد وعند صعودك إلى السماوات جسديا إذ ملأت الكل بلاهوتك قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلامي أعطيكم سلامي أنا أترك لكم. ها بعيدا الآن ابعد به لنا يا سيدنا طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل شر ومن كل مكيدة ومن تذكار الشر الملبس بالماء صلى من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة التعاصمية يا رب مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة لنتناول بغير اقتراح في الحب من موهبتك الغير المعيدة السمعية بنعمتك ومسرت بيك الصالح وفعل روحك القدوس لأنك أنت الرازق ومعطي جميع الخير. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
نعم يا رب الرب يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على درس قفوا بخوف ورادة وإلى الشرق انظروا ننصت في شفاعة والدة الإله القديسة مريم. يا رب نعم لنا لمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصت أنا رحمة سلام ذبيحة محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة موهبة روح القدس تكون مع جميعكم ومع روحك أيضا ونعم قلوبكم مستحق وعادل مستحق ومستوجب مستحق ومستوجب مستحق ومستوجب مستحق بالحقيقة وعادل أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده الحقيقي الله محب البشر الذي لا ينطق به غير المرئي غير المحوي غير المبتدئ الأبدي غير الزمني الذي لا يحد غير المحفوظ غير المتحول خالق الكل مخلص الجميع غافر خطايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرأفة أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرف نحوك الأرض أنت الذي تنطق السلاطين بمجدك أنت الذي ترسل لك العروش القامة ألوف ألوف خوف قدامك وعبوات عبوات يقدمون لك الخدمة أنت الذي يباركك غير المرئيين وأنت الذي يسجد لك الظاهرون ويصنعون كلهم كلماتك يا سيدنا أيها الجالوس قفوا أيها الكائن سيد الرب الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح الصاروخين اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئين واحسبنا مع القوات السمائية
ولنقل نحن أيضا مع أولئك إذ قد فرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرخ بما يوصله أولئك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تفطر ونبارك عظماتك. وإلى الشعر وانظروا أنت هو القيام حولك الشاروبين والسارفين ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر فبجناحين يغطون وجوههم وبإثنين يغطون رجلهم ويطيرون بإثنين ويصرخون واحد قبالة واحد منهم يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا يسبحون وينشدون ويصرخون ويصوتون قائمين قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجد قدوس أنت يا رب وقدوس في كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جوهرياتك وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر خلقتني إنسانا كمحب البشر ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبياتك من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني لبهاءك أقمت السماء لي سقفا وثبتت لي الأرض لأمشي عليها من أجلي ألجمت البحر من أجلي أزرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدمي لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت في سورة سلطانك ووضعت في موهبة النطق وفتحت لي الفردوس لأتنعم أعطيتني علم معرفتي أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت غرس واحد نهيتني أن آكل منه هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده فأكلت بإرادتي فضربت عني ناموسك برأيي وتكاسلت عن عصياك أنا اختطفت لي قاضيتك الموت كراعي صالح سعيت في طلب الضال كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقطت ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجل أنا الماري أعطيتني الناموس عونا أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خلفت ناموسك كنور حقيقي أشرفت للضالين وغير العارفين زمان أتيت إلينا على الأرض
أتيت إلى أحشاء العذراء أيها الغير المحوي إذ أنت الإله لم تضمر اختطاطا أن تكون مساويا لله لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد باركت طبيعتي فيك أكملت ناموسك عني أغيتني القيام من سقطاتي أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم أزلت لعنة الناموس أبطلت الخطية بالجسد أريتني قوة سلطانك وهدت النظر للعميان أقمت الموتى من القبور أقمت الطبيعة بالكلمات أظهرت لي تدبير تعطفك واحتملت ظلم الأشرار بذلت ظهرك للصياط وخديك أهملتهما للقم لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البوصار يا رب أتيت إلى الذبح مثل حمل حتى إلى الصليب أصغرت عظم اهتمامك بي قتلت خطيئتي بقبرك أصعدت باكورتي إلى السماء أصدرت لي إعلان مجيئك هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد لك أنت الذي أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا أعطيتني إصعاد جسدي بخبز وخمر التي سلمت فيها ذات بإرادتك وسلطانك وحدا أخذت خبزا على يديك الطاهرتين اللتين بالعيب ولا دنس الطوبويتين المحييتين نؤمن الناس هو بالحقيقة نظرت إلى فوق نحو السماء إلى الله أبيك وسيد كل أحد وشكرت آمين وباركته آمين وقدست أعطيته لتلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اسمعوا لذكري هذا هو بالحقيقة
أيضا بعد أن أكلوا أخذت كأسا ومزجتها من ثمرة الكرمة والماء وشكرت آمين وباركتها آمين وقدستها أيضا لتلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اسمعوه لذكر هذا هو أيضا بالحقيقة الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى الآن آجي آمين 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 لموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصوتك حين السماء نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحيي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال تقول الحامل كلمة الله صديقات مباركات نخدمك يا رب ونذكرك أضلال هذا الخبز تجعله جسدا مقدسا لك هذه الكأس دما كريما لعهدك الجديد أيضا آمين حياة أبدية لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة يا رب ارحم وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا كيريليسو يا المبر الإيمان سهل لنا طريق التقوى يا رب سبحانه كريم ليسوع ربي بهاء للإكليروس مسكن للرهبان والراهبات يا رب ارحم طهارة للذين في البطولية وحياة صالحة للمتزوجين كريم ليسوع رحمة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء يا رب ارحم هداة للفضلاء معونة للمساكين كريم ليسوع الشيوخ قويهم الذين في الحداثة يأتبهم يا رب ارحم
غير المؤمنين ردهم لتنقض افتراقات الكنيسة لتعاظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى سلام الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه كلمة الأقصى المسكون الأقصاها الذين يفصلون فيها كلمة الحق باستقامة بالأقصى البطريرك الأب المكرم أنبا شنود الثالث أخوات الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم البطر أبينا البطرك الأنطاكي مرانوت الزكا الأول أبينا البطرك الأريتري أبونا فيلوكس الأول وشريكهم في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا صاميل يا رب ارحم وعن الكائنين ها هنا والذين وقدوا العصاقف والقمامس والقساوس والشمامس والإبودياكونيين والأغنوسوسيين والمرتلين والكرائين والرهبان والأبارة والأرام والعتام والمتنسكين والعلمانيين وعن كل امتلاء بياتك المقدسة يا إله المؤمنين يا رب اذكر يا رب الذين تملكوا في التقوى والذين هم الآن ملوك ورؤساء اذكر يا رب إخوتنا المؤمنين الأرثوذكسيين الذين في البلاد وجميع الأسفار اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدرت عنهم والذين قدرت واسطتهم أعطهم كلهم الأجر الذي من السماوات يا رب الساكنين في الجبال والمغاير وخط الذين في السبي انعم عليهم برجوعهم الى منازلهم سالمين ارفع لله بخوف ورعدا ضابط الكل
بين صوت الجنائن جنائن جنائن اثنوت بين صوت الجنائن جنائن جنائن افنوت بين صوت الإله ايسوس